الفرزدق ناحت الصخر. هو همام بن غالب أبو فراس التميمي، لقب بالفرزدق لأنه كان جهم الوجه، نشأ في البصرة وفيها مات. كان واحداً من فحول شعراء العصر الأموي، التحم بجرير والأخطل، وقد استمر الهجاء بينه وبين جرير 40 سنة، بما يشبه الحرب الإعلامية اليوم. وكان الأبرز مكانة وشعرا، حتى قيل إنه ينحت من الصخر كناية عن قوة شعره وخشونة ألفاظه. وقيل لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ولضاع نصف أخبار الناس. قال الفرزدق في لاميته على بحر الكامل: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه المليك وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل، ومعصب بالتاج يخفق فوقه خرق الملوك له خميس جحفل، ملك تسوق له الرماح أكفنا منه نعل صدورهن وننهل، الأكثرون إذا يعد حصاهم والأكرمون إذا يعد الأول، حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الوغى نتسربل، أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل، إن ابن ضبة كان خيرا والدا وأتم في حسب الكرام وأفضل، ولقد ورثت لآل أوس منطقا كالسم خالط جانبيه الحنظل.